تمام لو في الوقت مع حضرتك كلامك على ماتش مصر المقاصه والزمالك. طبعا يا فندم اتفضل. ماتش مصر المقاصه والزمالك النهارده ركله الجزاء اللي في الدقيقه 6 تم احتسابها نادي الزمالك دي ركله جزاء غير صحيحه، لان يد اللاعب مصر المقاصه كانت هي اي نعم تم ادارتها، لكن بنتكلم كلعبه تحكيميه. لاعب نادي مصر المقاصه ايده ما خرجتش من جسمه في وضع طبيعي وما كبرتش الجسم، وبالتالي لمسه يد موجوده ولكن لا تحتسب لمسه يد لانها غير متعمده، وبالتالي ركله جزاء غير صحيحه تم احتسابها نادي الزمالك. في قرار سليم في الدقيقه 49 لما الحكم احتسب انذار لبن شرقي والفار استدعاه، وكانت لعبه فيها قوه زايده من بن شرقي باستخدام الصد الجسم باستخدام الصد الحذاء في لعب عنيف على صدر اللاعب نادي مصر المقاصه، كاستخدام الصد ده كسلاح، وبالتالي كان طرد، قرار الطرد مظبوط، هو طلع شافه في البار ورجع بالطرد مظبوط. اطرف لقطه في المباراه كريم في الدقيقه 93 حارس مرمى مصر المقاصه ممسك بالكوره ويخرج بيها بكامل هيئتها خارج منطقه الجزاء، وبعد كده بيضعها على الارض واللعب يستمر في الدقيقه 93. ودي لعبه يعني لقطه غريبه جدا، مش عارف انت عندك اللقطه ولا لا تشوفها. الحارس ماسك الكوره في ايده واللعب مستمر وخرج بالكوره وخارج منطقه الجزاء، وبعدين وضع الكوره على الارض بدون احتساب خطا على الحارس خارج منطقه الجزاء، ممسك بكورته خارج منطقه الجزاء. وفي لعبه طريفه جدا النهارده شفناها في المباراه، وبالتالي انا النهارده من 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 متابعتي للماتشين في وقت واحد كان الاداء غير مرضي عن التحكيم النهارده في الماتشين الاثنين. كابتن الكبير، نتمنى ان شاء الله التوفيق في اللي جاي، لكن النهارده في علامه استفهام كبيره في تحكيم مصر النهارده في ماتش المصري والاهلي او مصر المقاصه والزمالك. صحيح كابتن الكبير، كابتن جهاد جريشه محللنا التحكيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.